على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الشيوخ في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة الشيخ سالم علي ياسر إن اليمنيين لن يقبلوا الوصاية وسيقاومون كل الأطماع. وأضاف بن ياسر أن الاستعمار البريطاني استمر أكثر من قرن، لكن مقاومة الشعب أجبرته في النهاية على الرحيل من البلاد. ومهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات، احنا أملنا في شعبنا وفي شرعية الشعب. الشعب اليمني لا يقبل الظلم ولا يقبل الاحتلال، فمثل ما رحلوا اللي قزونا من قبل سيرحلوا الحاضرين، واليمن بخير بأهلها وأولادها وشيوخها وراسخها كرسوخ الجبال.